السلام عليكم. تعود المؤتمرين على القطقطة في رمضان يا رحمته، من هنا إكرامية ومن هنا إضافي مالوش لزمة ومن هنا بدل مش عارف إيش ومن هنا حوالة ومن هناك تسهيلات، وما يجي نص رمضان إلا وقد أمور العيد وما بعد العيد الرابع عشر زي الفل. وتسأله كيف الأمور؟ يقول لك رمضان بركة، رمضان بركة، ليته طول السنة موجود. ولأول مرة يعرف المؤتمرين معنى إنه شهر العطاء. العطاء الوحيد اللي كانوا يعرفوه هو العطاء حق المناقصات والبرمات، والباقي آخذ. القافلة خير وهناك قوافل أخرى، والجميع تحرك، ها هم موظفين بقدر معاناتهم إلا أنهم أصروا أن يقدموا هذه القافلة. صندوق تنمية المهارات، يعني المهارات وخفة اليد وكله، حتى الصندوق برموه. الصندوق، أي صندوق ما يمازحوش فيه الحوثة، أي صندوق ما يمازحوش فيه الحوثة، برمن برمن برمن. لما تخلص الميزانية التفتوا كذا يمين شمال إلى قول موظف الكحيان، وهات هات قوت العيال وقول زامطون، وعر يطلع واحد منهم نخص عدو يطلع في المسيرة سميل يتكلم، ليست القافلة الأولى ولن سوف تكون التاسعة، ويوقف كذا ويحمل لوحات قم كرتون الويفا، وهي الأولى وإن شاء الله لن تكون الأولى ولا الأخيرة. هذا كانت سلة غذائية تصرف للموظفين، لكنهم آثروا المجاهدين المرابطين في الجبهات على أنفسهم وتبرعوا بها للمجاهدين. الله الله الله، المتشاهطين في الجبهات، مراعين بس للويفر اللي بيجي من راتب موظف صندوق النظافة والتأمينات. جبهات جبهات واقفة وصامتة على الويفر وكيك تازا. فتشوا من هو المسؤول عن الشؤون المالية في أي صندوق أو مؤسسة، إيش الاسم أو اللقب، وكيف يتم إرغام الموظفين بالمجهود الحربي، وبتكتشفوا. أنا ما بتكلمش بس بتلاقوا الفكرة كده مرت بالمقيل حق المشرف الحوثي وما خرجتش بين اثنين، ما خرجتش بين اثنين، بين المشرف وبين المسؤول المالي، ودمتم غارمين. بس ها نصيحتي لما تكتشفوا خليكم زي ما انتم، كما قال الزعيم يا مؤتمرين خليكم تحت هذا وقوش. ليش تقول يا مؤتمرين؟ ورد هذا السؤال من أحد طلاب العلم في صفحة الفوس بوك. نقول وبالله التوفيق، كان في 20% من الموظفين في الدولة مش مؤتمرين، ما بين مستقل أو إصلاحي أو من شباب الثورة أو من تعز أو من عدن أو رافض للإنقلاب. كل ذولا اللي طار واللي طيروه وبقيوا شركاء الإنقلاب، حوثي ومؤتمري. الحوثيين ترقوا كذا اصطفاء إلهي، والمؤتمرين قال لهم عفاش هناك أوقفوا في الصف وكونوا قردة خاسئين. ما عاد فيش موظفين بقوا مدعسين إلا المؤتمر ومن حوله يدندن. كما ورد سؤال من طالب علم آخر برضو على صفحة الفيسبوك، يقول هل تعول على المؤتمرين بأي تحرك ضد تهشيم الدولة أو عودة الإمامة وهذه الانتكاسة؟ أقول وبالله التوفيق. المؤتمر كائن وطنه هذا، لا تقولش جمهورية ولا دولة مدنية ولا قيم ولا حرية، عمره ما أكل من ذا الكلام. قل له وصلت للمعقة، وصلت للمصاصة، للبز، أصحي ساعتها ممكن كذا يقلب براسه. فتحنا موضوع مقاذيب الحوثي في السلك المدني والإعلام والسياسة، ولسه باقي كثير، بس خلونا من باب التنويع نعرق على هرتوع ميليشاوي ميداني. خلص الزنة ولا بسميري هيا يا مخرج. لا 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 لا، مش هذا، هذا سارق ساعات دولي وصار معروف. اللي بعده، لا 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 ولا هذا، هذا يوسف المداني مطلوب أمنيا بقضايا كثيرة من عام 2005. ذولا معروفين وأخبارهم قديمة، خلونا نشوف كذا الهراتي الجديدة البزغة. هذا
واسمه دبيش ووضعه دبيش وكله على بعضه دبيش. هذا احد مقاتلي الميليشيا اسمه علي حسين دبيش، عضو عصابة الحوثي الميليشاوية، عمره حوالي 22 سنة، وأول مرة يلبس فيها دبيش ميري في أبريل 2016 كجندي في قوات الأمن الخاصة، يعني قبل شهرين، ورقمه العسكري 7270968. نجيب كمان رقم السنتيان؟ خلال شهرين، المهم بمجهود ذاتي، لاحظوا تلحلح وتشطر وترقى أول 3 أيام من جندي إلى عريف ثم مساعد، وبعده بساعتين مساعد أول، صحى يوم ثاني وببركة الصلاة على رسول الله وآله وغدو ملازم ثاني، خرج كذا عمل لفة وعندك كذا عندك على المغرب قبل المغرب افتقعت كذا لهذا وطلع ملازم أول. على يوم الجمعة كان قد النيقبة قد بدأت تحمي قليل، لخلخ كده بيومين بس صبر صراحة صبر واقتلعت وطلع رائد نهاية الأسبوع. الله، من هنا لهنا يا صديق السلامة ما كمل أول شهر عسكرة إلا وقدو مقدم من الله كده، لا بودرة ولا سماد طبيعي، وكل العسكر حق الأمن قالوا واو ما شاء الله، نشتي من هذا. عقبهم قوي، قاموا إيش نزولاً عند رغبة الجماهير قاموا صرفوا له رتبة عقيد ويرجعوا له تسمية الأمن المركزي ويعينوه نائب قائد الأمن المركزي. مجاذيب من صدر والله، لو إنه بكمون ولا بكاتشو ذاته ما تطوروش في شهرين لا عقيد هو نائب قائد. يا مخرج قرب لي صورة بكاتشو الحوثي هذا، خلي الناس تتعرف عليه، هذا شغل مجاذيب الحوثة في السلك العسكري، هذا عينه ومنه كثير. والمشكلة مش في اللي حصل للقنديل دبيش في خلال شهرين، من متبردق لم يبلغ الحلم بعد إلى عقيد ونائب قائد الأمن المركزي. المشكلة والسؤال هو بعد شهرين ثانين فين بيكون قد وصل بيكاتشو هذا؟ بيصير آيرون مان مثلاً؟ هيا أش اتفرجوا ولا نخص.